الطالب عبد الله خويا، مستخدم خويا، وزاره خويا. انا كنطلب من الوزاره تشوف بعين الاعتبار في ذاك الحي المهمش ديال النهضه، اللي فيها ست الاقسام، والقسم فيه القسم ديال الاول فيه 52 والسادس فيه 52 وكل شيء. ملي كنمشي عند المدير كيقول لي راه عندي 52 واحد، كنمشي عند النائب كيقول لي ودي لا يعقل عندي التلاميذ بزاف واش غندخلك سميتو. وانا كنطلب من الوزاره خويا تشوف فينا ذاك الحي، ذاك الحي المهمش، ملي كيدفعونا كيصيفطونا لواحد المدرسه اللي بعيده علينا، كيقول لنا ذاك البعيده هذيك المدرسه راه فيها 27، يعني خاصكم تعمروها. ولا يعقل مشات الدريه، ولا يعقل الدريه تقريبا واحد 10 كيلومتر تقريبا، ولا عقل هاد الدريه هادي قد هادي اللي غتمشي ليا في الطريق هادي. وحنا في المجال الحضاري، وحنا في المجال الحضاري وغتمشي ليا. وتما حنا عندنا واحد الحي مهمش، حنا 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 النيابه، حنا النيابه جينا عندنا، ولكن المشكل كتقول لك ودي راه عامر، المشكل راه عندنا عامر، الاقسام عامره، ما عندناش كيفاش غادي نديرو. وكنطلب من سياده الوزاره، كنطلب من الوزاره تشوف لنا بعين الاعتبار هذاك الحي المهمش، هذاك الحي المهمش، لانه ما فيه لا مرافق صحيه ولا مرافق ولا غير ذلك. راه حشومه، راه حشومه. حنا كنبقاو ما نمشي تما، حنا مشاو حاولونا النهار الاول في 2007 حاولونا بلا مرافق صحيه بلا مرافق والو، حشومه. ولا يوقع هاد الدريه هادي غادي نحولها من انت مشي وبعد الاب ديال انا، الاب ديال انا كنهضر معاه. شهاده من وحده حتى الشهاده، الشهاده ديال هاد المراه. هاد الناس بعاد عليهم هاد المدرسه اللي كتقرا فيها الدريه، كيسكنوا قرب لوطوروت، كيقروا يسكنوا قرب لوطوروت والمدرسه في البرادعه. هاد الناس هما كانوا هنا في الشاطئ. المدرسه اللي قريبه لينا كيقولوا فيها 52 واحد، 52 واحد. المدرسه اللي قريبه لينا هنايا، اللي قريبه لينا حنا في الحي، فيها 52 واحد. ولا يقل حي قداش اللي فيه النهضه وفي رياض السلام كي 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 فيه 52 واحد. اذا واحد الرساله للنائب النيابه التعليم المحمديه، النيابه اللي مشيت عند داخل النيابه اللي كنطلب منها، كتطلب منها باش متراسل الوزاره باش يشوفوا بعين الاعتبار ديالنا تما، لان لا يعقل هنايا دراري قد هادي، دريه قد هادي، لا يقول دريه قد هادي غادي تشم، غادي تشم غادا في الشتا وفي البرد، ومع زائد الشمكاره وزائد بزاف الحوايج اللي كنتعرضوا لها في ذاك الحي. هذا كنطلب من الوزاره الله يرحم الوالدين لك. النيابه تحمل المسؤوليه ديالها، النيابه تحمل المسؤوليه ديالها، والوزاره هي تحمل المسؤوليه ديالها، لان النيابه خرجت معنا ملي قالت لك 52 واحد، لا يعقل الاستاذ غادي يقري 52 واحد.